يقول السائل: لدي خادمة وليس لها محرم، فهل يجوز لها أن تؤدي العمرة معي أنا وزوجتي؟ لا شك أن كلا الأمرين أحلاهما مر، إن تركتموها وجئتم وتركتموها فهذا فيه خطورة، يمكن تضيع أو يعتدى عليها أو هي أيضا يغويها الشيطان، وإن جئتم بها جئتم بدون محرم، فكلا الأمرين فيه ما فيه، لكن أخفهما أخف الأمرين ضررا أنكم تأتون بها محافظة عليها تؤدي العمرة معكم، هذا أخف الضررين. نعم.